وفي ذات الملف استغرب الخريجون من قاصني مخيم أشتي بمحافظة السليمانية من نازحي محافظة صلاح الدين عدم ظهور أسمائهم بقوائم عقود التربية رغم تخصيص نسبة 2% لقاطني الخيام، مطالبين وزارتي التربية والهجرة والمهجرين إعادة النظر بالموضوع وضمان حقوقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مناشدة: نحن خريجين مخيم أشتي للنازحين، نطالب وزير التربية الأستاذ إبراهيم النامس، وكذلك نطالب محافظ صلاح الدين الأستاذ بدر الفحل، ووزير الهجرة والمهجرين الست إيفان فائق جابر، ونطالب كل من يعنيه الأمر بالوقوف معنا وإنصافنا بعد أن تعرضنا للظلم، وبعد قرار رئيس الوزراء الذي جاء أن تخصص نسبة 2% من عقود التربية للساكنين داخل مخيم أشتي حصرا، وبعد أن ظهرت الأسماء تبين لنا أن أغلب الأسماء التي ظهرت ومن الساكنين خارج المخيم أو الأحرى في محافظة صلاح الدين ولم تظهر أسماءنا، فنطالب كل الأساتذة الذين ذكرتهم والذين لم يخطروا على بالي ولم أذكرهم، نطالب الجميع بالوقوف معنا ومساندتنا وإنصافنا في هذه العقود. قرار رئيس الوزراء جاء بعد شهر الواحد إنه تخصص هذه النسبة للنازحين الذين يسكنون داخل المخيم، وبعد أن ظهرت الأسماء لم يظهر أي اسم من أسماء الخريجين، فهؤلاء الخريجين كلهم واقفون، وحتى أهالي مخيم أشتي يطالبون بالإنصاف والعدل. وبعد أن تقدمنا بطلب إغلاق ملف ونريد العودة والرجوع إلى ديارنا، فيجب عليكم إنصافنا، فالوعود التي قطعتموها علينا يجب عليكم أن توفوا بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.